ليس موقفا شخصيا تجاه الأخ الضيف، ولكن أنا أحمل ائتلاف دولة القانون، أحمل حزب الدعوة اللي يمثله مسؤولية المشاركة في إيصال العراق ما وصل إليه من حالة كارثية في الواقع. هم مسؤولين عن كل ذلك الآن. يعني ما تحمل القوى السياسية التي اشتركت في العملية السياسية، وجود الأمريكي، وجود تداخلات كبيرة على أرض العراق، لا تريد أن تحمل فقط حزب الدعوة؟ لا لا، هذا كلام ما مقبول، هذا كلام ما مقبول. شوف أستاذ نجيب، اعتداء أو تحميل علينا شيء آخر أنا ما أقبل به. شيخ حيدر، أولا أستاذ ضياء، أولا الرجل لم يقول سوى خمس كلمات، لم يسب لم يشتم. نعم، لكن خمسة كلمات، أرجوك، أربعة منها اعتداء علينا. سجل ملاحظاتك. حزب الدعوة أو دولة القانون، شيخنا العزيز، أخطاء الآخرين، شيخنا العزيز، شيخنا العزيز لا يتحمل أخطاء الآخرين، بل بالعكس حزب الدعوة ودولة القانون من حافظت على وحدة العراق. شيخ ضياء، شيخ حيدر، شيخ حيدر، أرجوك، أولا أنت رجل دين، وثانيا أنت سياسي، من حقك أن تستمع للآخر وتسجل ملاحظاتك ويأخذ وقته. لا لا، عفواً، أنا ما أسجل ملاحظاتي أستاذ نجم. إحنا نحترم بعضنا البعض. يا أخي خليك يجوز إلى تعتدي علينا أخي. هو تعتدي علينا. اتكلم. اتكلم، لا تعتدي علينا. لا شيخ حيدر، اتكلم باللي عندك، اتكلم باللي عندك. شيخ حيدر، انا ما استمع لك وانت تتجاوز علينا. شيخ حيدر، استمع لك وانت تتجاوز علينا. شيخ حيدر، ارجوك باللي اتكلم بياقة والدبلوماسية اللي ما تتكلم بها. اتكلم بدبلوماسية ولا تعتدي علينا. اتكلم بوجود العراق. شيخ حيدر، أرجوك لا تحملنا أخطاء الآخرين. شيخ حيدر، يجي وقتك. أستاذ ضياء، هذا اسمعني أرجوك. شيخ حيدر، أولا أتمنى أتمنى منك لا يجوز الاعتداء. أنا ما مجبور أسمع من شخص قاعد بالخارج لا يعتدي علينا. أنا أرجو أن أحاور هكذا. وين وجه الاعتداء الآن؟ الرجل خليه يكمل الفكرة. عندما يحمل حزب الدعوة ودولة القانون الأخطاء الموجودة يا أخي، خليه يكمل الفكرة، هذه رأيه، بعدين يا أخي قول لا. أنا ما مستعد أسمع رأيه، ما مستعد أسمع رأيه يعتدي علي. دكتور نجم، أستاذنا الكريم، شيخنا العزيز، ليش يعتدي علي؟ هو شو اعتدى علي؟ ليش يعتدي علي؟ هذا ما أقبل يعتدي. اسمعني، احترم نفسك، احترم نفسك، أمامتك هذه ما تبيح لك أن تكون أنت تسلطي. شيخنا، أنت ما لك حق تسلطي. هذا ما تقبل به أستاذ نجم؟ تقبل به هذا الكلام؟ شيخنا العزيز، أنت رجل تقبل دين. تقبل به هذا الكلام؟ شيخنا العزيز، أنت ما جاي أنا تقبل به هذا الكلام؟ احترم نفسك؟ لا تقبل به؟ شيخنا، أستاذ نجم تقبل؟ شيخنا العزيز، أنا أقول لك شغلة، استمع لرأيه، استمع لرأيه، اعتبر نفسك قاضي، اعتبر نفسك مركز. استاذ نجم، استاذ نجم، تسمع انت كلامه يا شيخنا؟ خليه يكمل، خليه يكمل، تسمع كلامه، خليه يكمل فكرته. لا تسمع كلامه، يقول عيب عليك وامامك تقرا. خليه يكمل فكرته، ارجوك خليه يكمل فكرته. وانا اسالك، خليه يكمل، انا اسالك سؤال، تقبل بيتجاوز هذا التجاوز؟ تقبل بالتجاوز على اي ضيف؟ اي تجاوز؟ ما اقبل. بس اعطيه فرصه يكمل. عندك ادب الحوار، ارجوك أعطيه فرصة يكمل وسجل ملاحظاتك. أنا أعتذر. هذا مو أسلوب للحوار، مو أسلوب للحوار، ما يجوز هذا. شيخنا، يعني أضطر أختم الحلقة، لأنه أنا ما أقدر، يعني واحد يتحدث عن الآخر بغيابه، ما كنا نقبل أنه الحديث يكون بهذا الشكل. ولذلك انه احنا، لانه ما نتقبل الحوار وما نتقبل النقد، يعني ولذلك وصلنا لهذا المستوى ووصلنا لهذا الحال. لستم ولا نحن جيلا من الملائكة حتى ما نتعرض للنقد. وبعدين شنو اللي بالمشهد السياسي العراقي الان؟ لا يحق لنا ولا لغيرنا ان ننتقد. واذا كانت هذه الاحزاب والقوى والشخصيات للحال الذي وصل له العراق أن لا يستمع لأحد
يشير له من قريب أو من بعيد أنك تتحمل مسؤولية. أنا مضطر يا شباب يعني أختم هذه الحلقة، لأنه أنا ما أقدر أخلي طرف يتحدث عن آخر بغيابه، ولا أستطيع أن أمثل الدور الآخر، لكنه من المؤسف، من المؤسف جدا أنه يعني وصلنا إلى حال. أنا أعتذر منك أستاذ ضياء، إذا أسمعني أستاذ ضياء عندي فقط عتاب عليك. يعني يعني أنا بالواقع ما يهمني، يعني ما أدور هاي كذا أمور، بس بس مو ملائق تقدم هذا الرجل علي. أنا هو يعني أولى منه. أنا مو قضية أقدم أو آخر أستاذ ضياء، أنت رجل، أنت رجل، أنت رجل أكاديمي يا أستاذ ضياء. أنا ما تابع لحزب ساهم في، لا أستاذ، أستاذ ضياء خليني أوضح لك فكرة قبل أن أختم. أولا أنا قضيتي هي المبادرة الإطار، والرجل هو جزء من الإطار، ردنا أن نستوضح رأيه بالمعادلة حتى يكون النقاش معك. نعم، حتى يعني أنا أضل يعني مضطر أعتذر منك أستاذ ضياء، لأنه الطرف الآخر ما راح يكون موجود، وحتى يعني لا نستطيع أن نمثله ولا نستطيع أن نتحدث عنه بغيابه. قول أستاذ ضياء. هي مهازل، ولكن هذه هي أم المهازل، مثل ما كان صدام يصطلح على معركته بأم المعارك، هذه أم المهازل. أنا أشكرك، آسف أستاذ ضياء أن أكمل هذا الحوار، آسف آسف، شكرا شكرا أستاذ ضياء. أيضا أنا جمهوري الكريم أتأسف من هذا الذي حصل، لكن إحنا آلامنا كبيرة وجروحنا كبيرة، وعندما نتحدث في بلد بعد 10 أيام تنتهي السنة المالية وما بموازنات أو ما بموازنة إلى السنة المقبلة، بمعنى أنه إحنا راح نعيش نفس الظرف وأسوأ من الظرف بالموازنات السابقة، لكن الحديث الآن عن مبادرات للملمة الخلافات بين القوى السياسية، وأنتوا هاي القوى السياسية قضت كل عمرها هي مختلفة مع بعضها البعض، وأنا شنو علاقتي أنك تختلف؟ حتى عندما تختلفون لا تختلفون في مصلحة وطنية، وحتى عندما تتحاورون تتحاورون على قضية أنكم كيف تصلون أو تحافظون أو تزيدون على المنافع التي كنتم قد كسبتموها في تلك المراحل. أنا اليوم أتقبل النقد وأسمع للآخر الذي ينقدني. من من القوى السياسية الآن لا يتحمل حالة الخراب والفساد التي حصلت في العراق؟ منه؟ وأنا كنت قد قلت في المقدمة، وأنا ما قلته أعنيه، أنتم أمام جراحات الشعب يجب أن تنحنوا له وأن تقفوا وأن تعتذروا عن جرائم سفكت بحق هذه الناس، والله من العار أن تكتب في تاريخ أي سياسي وإن كان مبتدئا. مزورين للشهادات وانفضحت وبشكل رسمي، سادة ووزراء وواصلين ويتبوؤون مناصب كبرى بالدولة العراقية وحملت الشهادات نايمين بالأرصفة، حكام يعيشون في قصور فارهة، بيوتات، مزارع، فلل، بيوت، بنوك، مصارف، أفواج حمايات بالداخل بالخارج، 35% من شعبكم قاعد ولا دينار يحصل. هذا أنتوا قلتوا هذه الصورة، ليش ما نتحاور بيها وليش نستحي بيها؟ وليش لما نجيب لنا ضيف احنا قلوبنا تقطر دم، تنزف دم، دم كتلنا الصبر، يتحدث لك باللغة الدبلوماسية وأن العملية السياسية والمنعطفات الخطيرة والتحديات الكبيرة وما مر بنا شنو منعطفات، شنو تحديات، ايه وبعدين هم كنا نسمع قبل الإمبريالية والاستكبار العالمي وقضية الأمة العربية والإمبريالية، شنو اللي اختلف؟ هو اشترار لنفس الحالة. أقول لك خبز ما عدي، تقول لي تحديات وتقول لي خلافات، وواحد يتهم الآخر، ومن أجي أنا صاحب العلاقة، أنا الموجوع، أقول لك يا أبو الوليد
ليش هذا الحال؟ ولكنه الأمر يعنيك وعندك قدرة للهروب من الحقيقة.